فتاة لم تتناول أي طعام بالمستشفى، انظر ماذا حدث لأعصابها. فتاة تبلغ من العمر 6 سنوات التحقت بالمستشفى على خلفية إصابة بالأمعاء، وبعد مجموعة تدخلات جراحية أدت لخسارتها 3 أمتار من طول أمعائها، لم تكن قادرة على هضم الطعام، فتلقت محاليل TBN، وهي محاليل مغذية تحتوي على العناصر الغذائية الأساسية للمحافظة على الحياة. محلول التغذية الذي تلقته الفتاة كان مدعم بأحماض أوميجا 6 الدهنية لتجنب إصابتها بنقص تغذية متعلق بالدهون. استمرت التغذية بالمحاليل لمدة 5 أشهر، إلى أن ظهر على الفتاة أعراض متعلقة بالأعصاب كتنميل الأطراف السفلية والآلام وتغيم الرؤية. تم إجراء تحاليل معملية وضحت نقص في أحماض أوميجا الدهنية رغم إمدادها بهم. وهنا يجب التوضيح، المحلول المغذي الذي كانت تتلقاه الفتاة كان مدعما بالأحماض الدهنية من زيت عباد الشمس، وهو غني بأحماض أوميجا 6 الدهنية، بينما شحيح جدا بأحماض أوميجا 3 الدهنية. ونتيجة لنقص الأحماض الدهنية في الدم من خلال التحاليل المعملية، تم استعمال محلول مغذي مدعم بالأحماض الدهنية من فول الصويا الغني بأوميجا 3، وهذا انتهى إلى أن الأعراض العصبية التي عانتها الفتاة زالت فيما بعد. وهنا تتضح أهمية وتميز الأحماض الدهنية عن بعضها، تلك الأحماض الدهنية التي تشكل الدهون في النهاية. وقد يتعدى الأمر ذلك ويجعلنا نتساءل، معرفتنا الكلية عن المغذيات الأساسية للجسم هل كلها صحيحة وتامة؟ هل كل المكملات الغذائية التي تصنعها شركات الأدوية لها نفس مفعول الغذاء المتنوع في أنواعه؟ الحادثة السابقة وضحت تميز أوميجا 3 عن أوميجا 6 وأهمية كلاهما، وربما هي سبب من أسباب تسليط الضوء على اختلاف وأهمية الحمضين سواء في الدواء أو الإرشادات الغذائية في عصرنا الحالي. فالحادثة السابقة هي من العام 1982. إذا كنت وصلت لهذا الحد فربما أعجبك المقطع، فلا تنسى الإعجاب والمشاركة والاشتراك بالقناة. وهنا أنقل لكم من مقال من موقع ECB. يتحدث المقال عن عدم أهمية استعمال الفيتامينات أو المعادن في تجنب أو التأثير على تقدم الأمراض المزمنة، من خلال عدة دراسات عرضها الموقع، منها دراسة نفت فاعلية أحماض أوميجا 3 وأحماض أوميجا 6 وفيتامينات B وفيتامين C في تحسين وظائف الوعي وأمراض فقدان الذاكرة. ومع ذلك يتحدث المقال عن زيادة استعمال الأمريكيين والأوروبيين للمكملات رغم عدم وجود نتائج بارزة في فائدتها، غير قدرتها على رفع مستويات بعض المغذيات في المرضى الذين يعانون نقصها، على الرغم من أن أغلب مستخدميها في أمريكا لا يعانون أي نقص غذائي متعلق بمغذي معين، فلا ينالون فائدة تذكر. ويضيف المقال أنه علاوة على ذلك، مكملات مثل بيتا كاروتين وفيتامين إي وربما جرعات عالية من مكملات فيتامين إي تعتبر ضارة، وأن مضادات الأكسدة الأخرى وحمض الفوليك وفيتامينات B والمكملات الغذائية المتعددة والمعادن هي غير فعالة لمنع تأخير تقدم الأمراض المزمنة ووفياتها، وأن الأدلة المتاحة لا تستبعد الفوائد أو الأضرار الصغيرة أو الكبيرة في مجموعة من السكان، فإن المكمل الغذائي للبالغين الذين يتلقون تغذية جيدة ليس له فائدة واضحة وربما يكون ضار، ولا ينبغي أن تستخدم هذه الفيتامينات للوقاية من الأمراض المزمنة. وهنا نصل إلى نقطة أشد وقعا على النفوس، هل بالفعل جميع المكملات الغذائية فعالة في عملها كمغذيات داخل الجسم؟ ولكن ما معنى هذا تحديدا؟ وهنا نتحدث عن مكملات حمض الفوليك الغذائية، ولكن الجسم لا يستعمل حمض الفوليك كمغذي أبدا، وهنا علينا توضيح أن الجسم يحتاج ما يعرف بفيتامين B9، وهذا الفيتامين يتواجد في النباتات الخضراء على هيئة تسمى الفولات، أي أن المصدر الطبيعي له هو الفولات، على النقيض المصدر الدوائي له هو حمض الفوليك، ذلك لأنه كان يعتبر أسرع امتصاصا من الفولات. الخلاصة أن الفولات أو حمض الفوليك يحوله الجسم فيما بعد إلى فيتامين B9. في بحث أنقله لكم من موقع NCBI يخبرنا أنه في الحقيقة الأمعاء البشرية لديها قدرة فعالة على تحويل الفولات الموجودة في الغذاء إلى فيتامين B9، بينما قدرة محدودة جدا على تحويل حمض الفوليك الموجود بالمكملات. هذا يؤدي إلى تراكم حمض الفوليك المستمد من المكملات في الدم متجها إلى الكبد ليقوم بتحويله عوضا عن الأمعاء. الكبد يتأخر في ذلك فيتراكم الحمض الغير محول إلى الفيتامين في الدم ولا يؤدي هدفه،
وهذه مشكلة مكملات حمض الفوليك الغذائية. وهنا نظركم مع سؤال الحلقة، أخبرونا في التعليقات هل تستعملون المكملات الغذائية بشكل مستمر؟ هل استخدمتموها لفترة في الماضي؟ وهل كان لها أي تأثير واضح على صحتكم الكلية؟ تهانينا، أنت معجب مميز لأنك وصلت لنهاية المقطع، وأود أن أخبرك أني أعمل بمفردي وبإمكانات ضعيفة لإنتاج هذه المقاطع. باشتراكك بالقناة ومشاركتك للفيديو ثم متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي، فإنك تعطينا الدعم الوحيد الذي أطلبه ويجعلني مستمرا، فشكرا لك.